اولا في الدول اللي نجحت في النهوض بالمنظومه التربويه والتعليميه ديالها والتكوينيه كلها اهتمت بالتعليم الاولي. التعليم الاولي هو التعليم اللي كيكون قبل من الابتدائي، فيه على الاقل واحد 3 ديال السنوات اللي الطفل كيتعلم فيها انه يتعاشر مع الاطفال الاخرين، كيمكن يتعلم فيها واحد العدد ديال المهارات، واحد العدد ديال الحويجات اللي هي غادي تفيدو وتجعلو مؤهلا باش ينجح في التعليم الابتدائي ويكون حتى متفوق. كل هاد الدول اللي عطات الاهميه الكبيره للتعليم الاولي نجحات، ولكن شنو عملت الاغلبيه الساحقه؟ وظفات الاساتذه والاستاذات ديال التعليم الاولي في اطار الوظيفه العموميه وضمنات لهم كامل الحقوق، يعني الاجور اللي كيتقاضوها بحالها بحال ديال الاستاذ ديال الابتدائي ضروري، لانه هذا تعليم اللي هو صعيب، وانت كتاخذ الاطفال اللي هما صغار بزاف وكتمكن لك توجههم وتكونهم وتعطيهم مهارات. اذا هذا الشيء كيتطلب واحد الجهد كبير بسيكولوجي تكويني، وهذا الشيء اللي كيطالبوا به اليوم الاستاذات والاساتذه. اولا يتم الادماج ديالهم في اطار الوظيفه العموميه، ثانيا انهم يستافدوا من التكوينات المستمره، ثالثا ان الاجور ديالهم تكون اجور اللي هي محترمه، رابعا انه يتم التكريم ديال هاد الاستاذات وديال الاساتذه، خصوصا واليوم نقاش حاد ومعارك نضاليه كبيره في البلاد حول النظام الاساسي اللي بغيناه انه يكون نظام في اطار الوظيفه العموميه، وانه ينصف هيئه التدريس من الاستاذات والاساتذه، ويفتح الامكانيه ديال النهوض بالمنظومه التربويه ديالنا بالمناهج ديالها، يعني العداله المجاليه في مجال التعليم، بتوفير شروط ديال التدريس اللي هي مواتيه في الجبال والقرى والمدن كذلك، واننا كدوله ناميه ما عندنا حتى شي مدخل للتنميه الا اذا اهتمينا بالتعليم. التعليم اللي خصو يكون جيد، واننا ننشئوا المدرسه ديال الشعب التي تحرر، واللي من خلالها كيكتسب الطفل مهارات وعلوم وقيم، وكيكتسب الحس النقدي وثقافه عامه، وكيمكن له غدا يكون مستقل وناجح ويساهم ايضا في النجاح ديال البلاد ديالو. كيف تقرؤون وضعيه التلميذ في ظل هذه الازمه والاحتجاجات والاضرابات، خصوصا التلميذ؟ اولا المدرسه العموميه وجهت اليها اسلحه الدمار الشامل، ويعني ظلت واحد المرتع لعده تجارب جعلت انه عوض ان يتقدم المستوى الدراسي هذا المستوى يعني نهار. انا كاستاذه في كليه العلوم لمده هذه 35 سنه تلاحظ بان المستوى غادي وكيدحرج، رحنا وصلنا للقاع. هذا الشيء بالتجارب، بتجزيء المجزاء، بإدخال واحد العدد ديال المواد اللي ما عندها لاش تكون، بإتقان الأستاذة والأستاذ في يعني في الأسلاك الأولية ديال التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، أمور اللي هي كتقل البرنامج وما كتفيدش، ولو الأطفال غير حفظوا عرض ونسى، ما بقيناش كنربيو الأطفال باش يبحثوا باش يديروا يعني التحليل باش يحلوا الإشكالات، هادشي كله ما كنديروش، ولهذا المستوى نهار. وهذا التلميذ عيا ولا بحال ذاك الفأر ديال التجارب، ولكن في إطار نظام التفاهة واستهداف المدرسة من يعني من قبل النظام النيو ليبرالي اللي هو ما باغيش كل شيء يقرأ، باغي واحد الفئة تقرأ وتحكم في العالم، وباغي واحد العدد ديال الناس أنهم يحصلوا على شهادات وما يكونوش قارين. اليوم ما يمكنش نقولوا بأنه بهذه الإضرابات اللي كياخذوها الأساتذة التلامذ ضاعوا، بالفعل حنا بغيناهم يلتحقوا بالاقسام ديالهم، ولكن بغيناهم يلتحقوا بالاقسام والظروف ديال التعليم موجوده، والاستاذ فرحان الوضعيه ديالو الاعتباريه والماديه متحسنه، وانه يبقى التعليم في اطار الوظيفه العموميه، ونكونوا كلنا ضد تسليع التعليم وضد التعليم بسرعات مختلفه. ولهذا اليوم انا بالنسبه لي تلاميذ المغاربه اللي بواحد سياسه قمعيه يعني طالت من الجامعه لكل الاسلاك، خصوصا الجامعه بعد ما بقاش الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، اليوم التلاميذ كيتعلموا شنو هو القيمه ديال الاضراب، القيمه ديال الاحتجاج، لانهم فهموا رغم صغر سنهم بان الاساتذه مضرورين، بان الاساتذه ما مخلصينش مزيان، بان الاساتذه ولا هما الفقراء الجدد، بان الاساتذه كيخدموا في ظروف مزريه ومتقالون بالمهام من غير التدريس والتعليم. ولهذا انا يعني الحاجة الوحيدة اللي بانت لي إيجابية بزاف هي أنه هذا الالتفاف ديال التلاميذ حول الأساتذة ديالهم والالتفاف ديال الأسر، ولكن اليوم كنتمنى بأن الحكومة أنها بعد ما
خدت عامين ديال النقاش والمراوغات انها تخرج للصح، تحافظ على المدرسه العموميه وتكرم الاستاذه والاستاذ وتستجب للمطالب ديالهم، راه محدده شي خمسه ديال المطالب، وبركه من الاقتطاع وبركه من التخويف بالتوقيف، لان ما عندهاش الحق بعدا، لان المساطر كلها معيبه ولا تحترم الدستور الذي ينص على الحق في الاضراب. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.